استنونا في التحديات. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيك يا حبيب قلبي؟ عاملين ايه؟ احنا النهارده جايين بفيديو جديد ويا رب يعجبكم. لا، تحدي جديد ويا رب يعجبكم. احنا النهارده معانا بقى كميه كبيره من المكرونه الاسباجيتا، ومعانا طبقين كبده كل واحد طبق. احنا هنشوف مين اللي هيخلص الاول، والعقاب بقى مش قادره اقول لكم، مش قادره اقول لكم بنسبه عدد كبير. العقاب جامد، فاستنونا بقى وشوفوا التحدي ويا رب يعجبكم. وما تنسوناش بعد اذنكم ما تدخلوش علينا باللايك، اللي ما بيعملش لايك يعمل لنا لايك عشان نعمل لكم ان شاء الله حاجات تانية كتير مع بعض، وخليكم معانا. بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا يقوينا. انا حاطه كميه شطه رهيبه يعني جميله، بس انا مكتره الشطه. انت مكتره؟ لا مكتره ايه؟ ما انا عامله ايه؟ منتحره احمر خالص، مش قادره اقول لكم بقى الصلصه طعمها ايه. الصلصه طعمها جميل جدا. بص الشطه خلاص. هنقعد الفيديو كله نقلب ولا ايه؟ هو اللي كتير. بسم الله الرحمن الرحيم. مشكلة بقى المكرونة بحالها كده طويلة. مش خليكي تسابيني المرة دي والله العظيم. طعمها جميل. قلبي حلو قوي. لا قلبي مش مقلبة. طعمها جميل قوي. لسه عاملين الاكل دوت دلوقتي حالا. لسه خالص دلوقتي. جميل جدا. لسه خالص دلوقتي حالا. يعني ايه؟ احنا عملنا الصلصه والمكرونه وعملنا الكبده دلوقتي حالا. وده الفطار العصر ده. العصر ده يعني طبق فطار يعني وغدينا. يعني احنا ما كناش حاجه اصلا من ساعه ما صحينا الصبح. الاكل بقى نازل من البوتاجاز بقى عليك على طول بقى كده في الطبق حاجه. بصي تفتح النص. المكرونه جميله طعمها حلو قوي. ماشي يا ستي تحيينا. ماما كيف حلوة قوي. مشطشطة بقى وفلفل. بص والقرون خلاص جوعت الناس خرابي. بجد تفهم ايدي من هنا وشوفوا يا اختي. التحدي مش لازم نخلص يعني. اللي هياكل بعد اكتر من التاني. لا هخلص ان شاء الله. ايوه انتم وحوحه من جوع من الصبح على طول. انا جعانه. هي مش كده بس اللي هي طويله فايه. شطنور. نفسي انا اخلص. نخليها العقاب بتاعها ايه؟ لا نفسي انا لسه ان شاء الله انا لسه ما تلاقيش. ربنا يستر. ايه حرق قوي. انت مكتره الشطه. انا مش عارفه معلش التليفون كل شويه يفصل، فمش عارفة في مشكلة ايه والله. التليفون ده التليفون كان بيفصل عشان مفيهوش مساحة، بس احنا اكلين لسه زي ما هو يعني.
بيبقى عشان ما فيهوش مساحه، ففضيت له مساحه بقى وعملت من الاول وجديد. والمكرونه باينه اللي هي بيضه في الكاميرا، بس هي مش بيضه، هي حمرا خالص خالص الصلصه، بس مش عارفه ليه طالعه بيضه في الكاميرا كده. انت شغاله اكل على فكره، انت شغاله اكل وانا مش شايله. جعانه يعني ايه وانا مش موجوده يعني؟ لا لا ما تقلقيش، مش انت بتحطي لي رز على وشي وبتبهدليني؟ ده انا نفسي بقى اكسب، نفسي. كنا قسمنا ام المقرونه ديت نصين. بصي حمرا ازاي، بصي حمرا ازاي، بصي الشطه جميله جدا والله، جميله. بس هي مش عارفه ليه بيضه في التصوير. مش جعانه ما تشل، انا مش قادره، مش بعت، بس مش هسكت، مش عارفه تنفع شنو انا عايزه. احنا ما كناش كبده، الكبده دخلت التحدي. كل كبده مع المكرونه اخد دي واحده دي واحده. سلوكو عايزه تخش تقعد على رجلي وانا باكل، كنت جعانه. انصحكم نصيحه، مش حد يجيب الكبده المستورده، هاتوها من الجزار، الكبده البلدي. لو احنا نسينا نجيب مناديل. انا ايه، انا ده مش واخده بالي. لا انا باكل بسرعه والله. فين بسرعه ده؟ انا شايفاك ما بتاكليش اصلا. يا بركه ضعفي ياما، خليها تعملي العقاب بتاع العيد. اديني فرصه، اديني قرصه، انا اديكي كحكه كحكه منوره. لا تديني حته لحمه بقى في العيد. استني يا سلوكه جايه لك اهو. العقاب، لا لا لا، هيبقى ضرب نار. انت تدينيش فرصه، التحدي اللي جاي ايه بقى؟ التحدي اللي جاي يبقى جامد كده. خلصتي؟ اصل انا عندي حبه صغيرين هديت على نفسها شويه. كنت انا خلصتهم. اهدى مين؟ بقول لك ده عقاب العيد الكبير، هنصدمهم. يعني في بلاوي سودا. الحمد لله، اهو 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 اهو. تاني مرة، تاني مرة بتكسبيني؟ لسه بقى مش على الكبدة. امال ايه؟ احنا هنسيب الكبدة في فرصة يعني. طيب اها كويس، اذن الكبدة تبقى انقص منها.
الصراحه الاكل جميل بس الواحد شبع، بس مش هخلص برضه، عايز انا اللي اكسب. بس انا لو خلصت الكبده انا اللي كسبتك. لا يا ماما خلصت فين؟ ما انا يبقى خلصت طبق بقى زيك. مقارنة الكبدة في التحدي. انا ممكن انهي التحدي دلوقتي، بس انا عايزة اكل كبدة. مش قادرة بطني. التحدي الجاي نبقى نفتح كرشنا عشان ناكل منها وننزل من هنا. لا بجد التحديات دي تبقى عايزة بص بطني واسعة. خلاص يا ماما تكسبي، خلاص يا ماما تاكلي يا تاكلي ايه، خلاص متعبيش نفسك يا حياتي، انت كاتب الطبق كله شبعتي. متعبيش نفسك، انا اكل على الفاضي. خلاص كده كم حته؟ مش قادرة اتنفس، مش قادرة اقول منها تاني. مش قادرة بقى المكرونة كله؟ للأسف. زعلانة والله. لا لا بجد هي بسرعة، أنا على لسه الأكل ما نزلش في معدتي، والأكلة التانية. أنا ببلع على طول. أنا ما بنضخش. أنا نفسي أنفخك بقى مرة، أنت كل مرة أنت بتنفخيني. للأسف يا جماعة بجد زعلانة. لما تيجي نعمل طبق كمان، يعني انت كل طبق كمان وانا لحد ما اخلص ده واموت، انا اروح الانعاش اجري على المستشفى على طول عشان اكسبك. طيب انت بتحطي لي كميه كبيره جدا وانا زيك. طيب لا بنقعد زينا في الكميه. طب في ايه اللي غلط؟ انا باكل بسرعه جدا، هو في ايه اللي غلط بقى؟ مش قادره بجد. طب قد كده احنا بنقلها تعمل اكل حلو. ده مش هيهون عليك العقاب، الكلام مش هيهون العقاب. العقاب بقى استنوه معانا. واحنا حبايب قلبي رجعنا للعقاب. انا بالنسبه لعيادي الكبير كل سنه وانتم طيبين. انا شايله فرش الشقه كله وشايله اللي هنا واللي هنا. فلما جت بقى وعملنا التحدي انا قلت العقاب بتاعها يبقى غسل المشايات. انا السجاد عندي الكبير نظيف لسه غسلاه، لكن تغسل لي بس المشايات. يلي يا حلوه ابدئي خدي الرابسه اهو، ارشي ميه عشان احط لك رابسه. انت بتعملي لي اي عقاب تاني يا بنت؟ لازم العقاب اللي بيطلع الروح ده. لا لازم اهدم لك الاكل اللي انت كلتيه. انت بنت اكليني عشان خاطر عارفه ان انت هتشقيني. ايوه امال ايه؟ امال ايه؟ خدي بقى رابسه رشي، ما تكتريش يعني عشان هما مش القلب بيرغي وهما مش وسخين قوي. عامل ازاي؟ يلا يا حبيبتي. والله يا زمن لا بايدينا زرعنا الشوق. مش هتطلع بره عشان الفرشه دي. ولا وين يا زمن. مش قادره اغني يا بنتي من كتر الضحك. يلا يا يا غسيل. ايوه الغسيل حلو في ايديا والصابون جوه في عينيا غصب عني هغسل انا. اختاري حلو. يلا يا بالوزه اغسلي يا بالوزه. مش اطلع بره رشي ميه يا بالوزه. اغسلي يا بالوزه. ده مش عقاب يا جماعه، انتقام عليا وبيطلع ولا يمشي. انتقام. اغسلي مش كده زي الفل. اغسلي جميله. لا يعني مش حلوه. لا يا حبيبتي انا عايزاها تشف وترف، حتى مش مرغيه خالص يعني. ادلي ميه ادلي ميه، افتحي الميه وادلي ميه. يلا هاخدم لك اللي انت كلتيه. اهدمي اللي انت كلتيه. انت بتاكليني انت ببلاش، انت بتاكليني عشان هتعب بعد كده. يلا كفاية عليك. واحنا حبايب قلبي خلصنا الفيديو بتاع النهارده والتحدي والعقاب، يا رب يكون عجبكم. استنونا بقى الجدة مية مية. استنونا. لا استنونا في العقاب الجاي ان شاء الله، التحدي الجاي والعقاب بتاعه.
هيبقى اوسخ من دوت. مش ليه هتسيبني كده؟ ده خليني اغسلهم كلهم يعني. ايوه لا ده هتغسل، ده هتقوم من هنا غير ما تغسليهم. ده عقاب يا ماما. بس انا هقفل معاك عشان ما اطولش عليك الفيديو، وهسيبها مع غسلها بقى. ويلي يا بلوزه اغسلي يا بلوزه. ما تنسناش في اللايك.